نشرا، اندلع حريق في معمل كبريت المشراق جنوب مدينة الموصل في محافظة نينوى. وأوضحت مصادر صحفية أن الحريق توسع ليمتد باتجاه الحقول الزراعية وسط تحذيرات من تسببه بكارثة بيئية وامتداده إلى مناطق أخرى. نشاهد الآن لقطات توضح استمرار تصاعد سحب الدخان من داخل معمل كبريت المشراق في نينوى لليوم الثاني على التوالي، نشاهدها وإياكم. مثل ما تلاحظون هذا الحريق هو بشركة كبريت المشراق، هذا اللي يشوفون الدخن الأبيض. هاي العمليات شفوا موجود وبعض الشباب، وهذا هو الكبريت اللي الفوم اللي نسميه فوم المشراق. بس هاي الدخان اللي تشوفونه هو بعض من أكوام الكبريت مشتعل حاليا، ودي يطفون وإن شاء الله مسيطرين عليه. بس بقت هذه اللي هي بنفس المشراق، هاي شوية صعبة وزحمة يعني.